المؤتمر الصحفي الذي أقامه مركز دريم كامتري بهدف إخطار الجميع بهذا المعسكر الرياضي الذي يستهدف المواهب الشابة من الجنسين في مجال كرة السلة لا سيما الشباب تحت سن 16 عاما حيث يتضمن المُعسكر وفقا للمؤتمرين العديد من الأنشطة الفنية المتماثلة في الدورات التدريبية المختلفة حول الفنون الحديثة لكرة السلة ودعا المدير الفني ورئيس المُعسكر الشباب إلى تعلم الفنون الحديثة لكرة السلة هذا المؤتمر كان فرصة لرئيس الفيدرالية التشادية لكرة السلة بانينغا تانغولو ليرحب بهذه الفكرة وشجع القائمين على المعسكر. هذا ونشير إلى أن النسخة الثانية من هذا المعسكر الرياضي تستمر حتى 30 من يوليو الجاري